ايه اللي يخليك لما يجي على ايدك حشره تهشها؟ ايه اللي يخليك او اللي يخليك مثلا لما تبقى حاطط ايدك على نار تشيلها؟ ايه؟ حاجه اسمها الممبرين بوتنشال او الاكشن بوتنشال بالذات هو اللي بيخليك تعمل كده. ايه دوت؟ راسك دماغك البرين بيرسل كهرباء من الممبرين من البرين نفسه لين للسباينال كورد. والسباينال برين والسباينال كورد دي حاجه اسمها السي ان اس، الجهاز العصبي المركزي. يبدا الجهاز العصبي المركزي ده يوزع الاشاره على فين؟ يوزعها على طول على البريفيرال نيرفس سيستم، مش السي ان اس بقى، البي ان اس. طيب ازاي الاشاره دي بتنتشر؟ الاشاره اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن كهرباء، مجرد كهرباء، الكتريستي. الكتريستي ديت السبب الاساسي في وجود شحنه على اي ممبرين في الجسم هو بسبب الاشاره ديت. الاشاره دي هدفها الاساسي انها تشقلب الممبرين بوتنشال، لو كان نيجاتيف تحوله بوزيتيف، لو كان بوزيتيف ترجعه نيجاتيف. عشان ايه؟ عشان تفضل ماشيه. تعالى كده نفهم واحده واحده. هناخد مثال عليها النيورون. النيورون انت عارف ان النيورون ده بيبقى عباره عن الهيد بتاعته، الراس بتاعته والتيل دوت، وبيبقى متغطي بالمايلين شيث والكلام ده كله. اي خليه في الدنيا الان سايد، عايز اشاور على الان اهو، الان سايد نيجاتيف. اكتب المعلومه دي، اي خليه الان سايد نيجاتيف، واي خليه اللي بره، بص اكتبها ازاي، اللي بره بوزيتيف. اكتبها بالعربي كده، بوزيتيف موجبه وجوه سالبه نيجاتيف. طيب يبقى انا لما اجي ارسم كده على النيورون ارسم من جوه نيجاتيف ومن بره بوزيتيف اهو، سواء نيورون او اي خليه ثانيه. يلا بركز معايا من الاول هنا. طيب كاي حاجه في الدنيا الممبرين بتاع النيورون بيتكون من ايه؟ فوسفوليبيد باي لاير. ادي اهو فوسفوليبيد لاير واحده، وادي اهو لاير ثانيه. يعني انا خدت الحته ديت وهكبرها بقى عشان اعرف ايه اللي مسؤول عن النيجاتيفيتي جوه وايه اللي مسؤول عن البوزيتيفيتي بره. فكره ان انا يبقى عندي حاجه تشارجد، هي اكيد في جسم الانسان عباره عن ايون. الايون البوزيتيف اللي مخلي بره بوزيتيف هو الصوديوم. بص هرسم كام صوديوم؟ واحده اتنين تلاته. طب وهرسم كام نيجاتيف؟ ايه الحاجه اللي جوه اللي مخلياني نيجاتيف؟ قال لك اهم حاجه عباره عن بروتين، الكومبلكس بروتين كده، الكومبلكس بروتين ديت نيجاتيف. ومعاها ايه؟ معاها بوتاسيوم. كام بوتاسيوم؟ اتنين بوتاسيوم. تقول لي ايه ده؟ بوتاسيوم هي بوزيتيف، يبقى ازاي جوه نيجاتيف؟ اقول لك لسببين. اول حاجه البروتين دوت نيجاتيف قوي. تاني حاجه ان البوتاسيوم حجمه اكبر من الصوديوم. فانت لو تتخيل معايا البوزيتيفايه الواحده ديت لو متوزعه على اتوم صغيره ولا لو متوزعه على اتوم كبيره؟ اكيد لو متوزعه على اتوم صغيره. فالتشارج دنستي كثافه التشارج، الكلاود بتاعت البوزيتيف اللي حوالين الصوديوم اكتر من الكلاود بتاعت البوزيتيف اللي حوالين البوتاسيوم. فمجازا بيني وبينك هنعتبر البوتاسيوم هنا مؤقتا كده كانه نيجاتيف، كانه بس هو بوزيتيف في الاول وفي الاخر هو بوزيتيف، فكانه نيجاتيف. طيب لو تاخد بالك انا رسمت 3 صوديوم و3 و2 بوتاسيوم اللي متفقين على الارقام ديت. زي ما انت شايف كده الممبرين عليه ايه؟ عليه بروتينات. الانتجرال بروتينز اللي كنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل بقى عشان تعرف الحاجه اللي بزودها عليك هتفهمك قوي هنا. اول واحد دوت شكله عامل كده. ايه الشكل دوت؟ هنا في 3 اهو نص كوره، وهنا في 2 مثلث. ايه الثلاثه نص كوره دول؟ الثلاثه دول اماكن دخول الصوديوم او خروجه، يعني المكان اللي الصوديوم بيقعد فيه، والمثلث ده المكان اللي البوتاسيوم بيقعد ايه؟ بيقعد فيه. الطبيعي الطبيعي ان التشارج جوه نيجاتيف 70 ملي فولت. ما هو اي تشارج في الدنيا بتتقاس بالفولت، بس دي جوه جسمي فتبقى ملي فولت. ليه جوه نيجاتيف 70؟ بسبب وجود البروتين دوت، وبره في بوزيتيف، فكان جوه كانها بتخلي النيجاتيف ده يشع كده اكتر، يبقى جوه في نيجاتيف 70 ملي فولت. دلوقتي انا في الريستنج ستيج، الريستنج ستيت اهو، ولا في اي حاجه ثانيه غير ان انا ريست، مفيش يعني ما بسحبش ايدي، انا قاعد عامل كده. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟
هيحصل خلل. خلينا متفقين ان الطبيعي، الطبيعي ان البامب ديت كنا بقول لك عليها ان انا بيبقى فيه فوسفاتايه، البامب دي على طول شغاله. شغاله ازاي؟ شغاله ان هي بتعمل حاجات في الصوديوم والبوتاسيوم. ايه اللي بيحصل؟ الصوديوم بيحصل له اكستروجن، يعني بيطلع لبره. كام صوديوم؟ 3 صوديوم، فتخلي بره بوزيتيف. والبوتاسيوم بيحصل له انتروجن، يعني بيخش لجوه. كام بوتاسيوم؟ 2 بوتاسيوم. فقلنا البوتاسيوم دي اقل في الصوديوم من البوزيتيفيتي، اقل في البوزيتيفيتي من الصوديوم، فيعتبر ان خلت جوه نيجاتيف مع البروتين ده. يبقى انا كده في الحاله الطبيعيه بسبب وجود البامب ديت، ده الطبيعي اللي شغال، هي دي اللي اسمع كده كده دي بتليد الموضوع، هي دي اللي ماشيه الدنيا. يحصل حاجه غريبه، شايف الثلاثه اللي جنبها ده، خليك حافظ بقى الاشكال، دايره ومربع ودايره فلافي كده بابل. الدايره ديت اسمها ايه؟ الميكانيكال شانل، نوع من الشانلز اللي احنا كنا قلنا عليهم. شانل دي يعني حاجه بتعدي وتدخل وتطلع كده، اسمها ميكانيكال شانل. ميكانيكال دي اللي بيحصل فيها ان هي بتتفتح امتى؟ لما الممبرين بيتشد فتقوم مفتوحه كده نصين، كانها شبه البطيخه تتفتح نصين. تاني واحد دوت المربع ده مثلا الصوديوم شانل، البابل ديت دي البوتاسيوم شانل، بيقول عليها ايون او فولتج جيتد ايون شانل. ركز في الكلام، فولتج جيتد ايون شانل. يعني ايه بقى كلمه فولتج ايون شانل؟ يعني مسؤول عن دخول وخروج الايونز الصوديوم والبوتاسيوم. طب يعني ايه فولتج جيتد؟ يعني التغيير في النيجاتيفيتي اللي جوه بتخليهم يفتحوا، بتخليهم يفتحوا. طيب انا دلوقتي في حاله الريست، 3 صوديوم بيطلعوا و2 بوتاسيوم بيدخلوا. طيب تعالى كده اول حاجه ناخد الميكانيكال ديت، حصل حاجه غريبه، ايديا اترفعت مثلا، او حصل اي شده في الممبرين، ايه اللي حصل؟ ادي يا سيدي الميكانيكال شانل اتفتحت. وايه اللي حصل لما الميكانيكال شانل اتفتحت؟ مين اللي دخل؟ الصوديوم. اوبا بص كده معايا، هنرسم جراف لذيذ جدا. الجراف دوت عباره عن كومباريزون ما بين التايم والفولت او الفولتج. الفولتج ده اللي هو فين؟ اللي هو جوه، ها؟ اللي هو جوه الممبرين، اللي هو جوه النيورون. في ثلاثة فولتج مهمين جدا. 1 2 3. الاثنين دول قريبين وبعيد عنهم ده. الفولتج الاولاني اسمه نيجاتيف 70 ملي فولت. ايه النيجاتيف 70 ده؟ ده الريست. وفي واحد تاني اسمه نيجاتيف 55. وفي واحد تالت، عايز نشرح الفولتج دي كده، فولتج. في واحد تالت اسمه بوزيتيف 40 ملي فولت. ايه اللي حصل؟ أول حاجة أنت في الريستنج ستيج أهو ماشي. ماشي فين؟ ماشي في النيجاتيف 70، مفيش مشاكل. طيب. الصوديوم بدا يخش لما الميكانيكال تشانل اتفتحت. ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده ناخد الخط دوت لحد الاخر، والخط دوت لحد الاخر، والخط دوت لحد الاخر. الصوديوم بدا يخش، فاللي حصل ان هنا بدات تطلع شويه 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 لحد ما وصلت لفين؟ نقطه النيجاتيف 55 دي. النقطه دي بيقول عليها الثريشولد بوينت، النقطة أو الفولتج اللي مظبوط اللي ساعتها بسبب دخول الصوديوم دوت اللي في دخول الصوديوم عن طريق الميكانيكال تشانل يسمح للصوديوم تشانل إن هي تتفتح اللي كانت مربعة هنا، فيبدأ الصوديوم تشانل تتفتح. آدي أهو وآدي أهو اللي كانت مربعة اتفتحت نصين. أما الصوديوم تشانل تتفتح، مين اللي هيخش طبعا؟ الصوديوم. فهنا الصوديوم بدأ يخش، كمية الصوديوم البوزيتيف جوه زادت قوي، توصل لفين؟ هنا بقى احنا في الحتة دي، ادي اهو الثريشولد اللي وصلنا له عن طريق الخطوة ديت، والصوديوم بدأ يخش، لسه ما طلعش البوزيتيف 40، مظبوط. شوية بشوية تلاقي الصوديوم الصوديوم تشانل اتفتحت قوي قوي قوي، عدد الصوديوم تشانلز اللي فتحوا كتير، فيبدا الصوديوم يحصل له انفلكس بكميه كبيره
جدا. يبقى هنا بقى في هاي كونسنتريشن اوف مين؟ اوف صوديوم. تبدا الحته دي يحصل ايه فيها؟ يبدا الصوديوم يرفع النقطه ديت لحد فين؟ ارجع كده معايا، لحد البوزيتيف 40. طب ليه بوزيتيف 40؟ لان اقول لك هنا بوزيتيف صوديوم بدا يزيد، فكميه بوزيتيف زادت قوي. العمليه ديت في الاول كان اسمها الستيت اللي هو قاعد فيها دي ستيت الراحه، البولارايزد ستيت. هنا انا قلبت الوضع، حولته من نيجاتيف لبوزيتيف، فبقى اسمه عكس البولارايزد، دي بولارايزيشن. يبقى دي اول خطوه في الاكشن بوتنشال اللي دلوقتي شغال. انا دلوقتي الاكشن بوتنشال شغال، يبقى اول خطوه اسمها الدي بولارايزيشن. جميل. هل ده طبيعي؟ لا. فيفضل الصوديوم يخش يخش لحد ما يوصل للبوزيتيف 40. خلاص انا زي الفل كده. كده جوه بقى بوزيتيف. وخليك عارف ان النيتشر هيتس جريدينت. الطبيعه بتكره الجريدينت. فمش طبيعي ان الوضع يختلف. فعايزين نرجع. يقوم ايه اللي حاصل؟ فتبص كده معايا تلاقي الصوديوم اتشانل اتقفلت. اهو مفيش صوديوم هيخش تاني. الصوديوم اتشانل اتقفلت. طب كده ما هو لسه جوه بوزيتيف. في نفس اللحظه مين اللي اتفتح؟ اللي كانت بابل البوتاسيوم فولتج جيتد او الفولتج جيتد بوتاسيوم ايون شانل. تقوم مين اللي مفتوحه؟ ادي اهو البابل ديت تقوم مفتوح. اهو اهو هي دي بابل اهي، وادي اهو بابل اهي. طالما البوتاسيوم شانل اتفتحت، البوتاسيوم هيجي من بره لجوه ولا من جوه؟ ما البوتاسيوم اكتر جوه، يبقى اكوردنج تو الجريدينت يبدا البوتاسيوم يطلع. عملية طلوع البوتاسيوم ديت تعمل ايه؟ احنا اتفقنا مع بعض ان البوتاسيوم احنا معتبرينه نيجاتيف، انما هو اصلا بوزيتيف. هيطلع كمية كبيرة من البوتاسيوم. الكمية الكبيرة من البوتاسيوم دي احنا لحد هنا، لحد اول ما نوصل هنا كان الشكل كان عامل ازاي؟ ادي البولارايز، ادي حصل له دي بولارايزيشن ووقف فوق. لحد هنا البوتاسيوم بدأت تطلع. فالنيجاتيف اللي جوه، البوزيتيف اللي جوه بسبب وجود الصوديوم وكمان معاه البوتاسيوم، البوتاسيوم بدأ تطلع، فالنيجاتيف البوزيتيف بدأ يقل 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 لحد ما يوصل فين؟ لنقطة النيجاتيف 70. مع سخونية الخلية أو مع سخونية النيورون أو مع سخونية البامبس دي وهي شغالة، تقوم البامب ديت البوتاسيوم، أهي مش البامب آسف، البوتاسيوم أين تشانل اهي مفتوحه، وادي اهي مفتوحه. تقوم المره دي مطلعه كميه مهوله من البوتاسيوم. تقول لي طب ما انت هو وقفت اهو، اقول لك طبيعي طبيعي، الخليه حقها تعمل اللي عايزاه. طلعت كميه مهوله من البوتاسيوم، فبره رجع بوزيتيف قوي يعني جدا جدا بشكل غريب، وجوه تقريبا نسبه للبوزيتيف اللي بره تقريبا بقى نيجاتيف جدا 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 جدا. فتلاقي الشكل بقى عامل ازاي؟ اهو ادي الديبولارايزد، ادي البولارايزد، وبدا يحصل ريبولارايزيشن. يعني هو لغايه هنا ادي اهو بولارايزد، هنا دي بولارايزد، هنا حصل ريبولارايزيشن. بس مع الاكسس طلوع من البوتاسيوم نزل لتحت. طب نزل لحد فين؟ نزل تقريبا لحد نيجاتيف 75 او نيجاتيف 80 ملي فولت، نزل لتحت قوي. الحاله دي اسمها ايه؟ قلنا دي بولاريزيشن، دي دي بولاريزيشن، دي ري بولاريزيشن، رجعتها بولارايزد عادي. الحته اللي نزلت لتحت ديت اسمها هايبر بولارايزيشن. هايبر حاجة زيادة وصلتها لحد النيجاتيف 80 أو نيجاتيف 75. عشان الوضع ده يسترجع إيه اللي يحصل؟ تقوم البوتاسيوم تشانل تتقفل، والصوديوم تشانل أيا كانت إيه اللي مفتوحة تتقفل. ومين الوحيد اللي يتفتح؟ اللي ياخد مجرى وزمام الأمور تاني، اللي أوريدي كان شغال في الأول لوحده، الصوديوم بوتاسيوم بامب. وتبدأ الصوديوم بوتاسيوم بامب تقوم عامله ايه؟ ادي اهو وثلاث دواير واثنين مثلثات، ويبدا البوتاسيوم والصوديوم يخشوا ويطلعوا لحد ما ترجعها لطبيعتها تاني. ادي اهو وقامت مرجعاها هنا، رجعت لايه؟ لنقطه النيجاتيف 70 ملي فولت. كده انا عملت ايه؟
عملت ان اللي تشارج او السيال العصبي زي ما كانوا بيقولوا لكم في ثانويه عامه الفلو بتاعه عمال يمشي من حته للتانيه للتالته للرابعه، مشى من اول الحته ديت من اولها لاخرها. طب هو هنا وصل لهنا، يجي هنا يقوم عامل نفس اللي عمله ده تاني مع اللي بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى الاكشن بوتنشال اسمه ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بحول من نيجاتيف 70 ملي فولت انسايد ذا سيل لبوزيتيف 40. بتتم عن طريق ايه؟ ثلاث خطوات: دي بولاريزيشن، ثم ري بولاريزيشن، ثم هايبر بولاريزيشن. ومن بوزيتيف 40 تقوم راجع تاني نيجاتيف 70 ملي فولت.